صباح الخير عليكم مرة تانية وأهلا بيكم. حوارنا طبعا لازم نتكلم على منتخبنا الوطني اللي عمل إعجاز في مباراته الأخيرة ضد الكاميرون وتأهل لنهائي أمم إفريقيا، ودي تاسع مرة يتأهل منتخبنا الوطني لنهائي أمم إفريقيا. أخد 7 منهم وخسر واحدة، وإن شاء الله النهاردة تكون التامنة. معانا محمد صلاح، معانا كتيبة من النجوم المتميزة فيهم، ناس جديدة جدا يعني ما ظهروش حتى ولا لعبوا في النادي الأولمبي. عندنا طبعا كانت مباراة قوية جدا، كنا ضد الحكم أو كان ضدنا كان كنا ضد الحكم، ضدنا الحكم، ضدنا الأرض، ضدنا الجمهور وحاجات تانية كتير، بس سبحان الله ربنا وفقنا، وزي ما بيقولوا كده أو زي ما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. النهاردة مباراة هامة جدا، ومش هتكون المواجهة الوحيدة هذا العام قدام السنغال، عندنا مواجهتين تانيين في التأهل لكأس العالم 22 اللي هيقام في قطر. خلونا في مباراة النهاردة الأول، وطبعا مقابلة مهمة جدا ما بين محمد صلاح وساديو ماني، الاثنين الزملاء اللي في ليفربول اللي بيصنعوا اللعب لبعض، اللي في الغالب فاهمين بعض الاثنين بشكل قيادي. عندنا طبعا زي ما كنتم متابعين معايا مثلا في فقرة الصحافة، كنا بنتكلم على ان فريق السنغالي يسمى بفريق العمالقة، كل اللعيبة فيه عمالقة، ممكن تكون ميزة وممكن تكون عيب، سواء للسنغال ميزة وعيب للعيبة نفسهم، للي يقدر يفهم ويعرف نقاط الضعف، أو طبعا للفريق اللي ضد السنغال. خلونا نطلع لتقريرنا الأول، وهيكون معايا بعد التقرير عبر الهاتف طارق رمضان الصحفي المتخصص وفي الشأن الرياضي الناقد الرياضي الكبير، بس خلونا نسمع هذا التقرير ونبدأ تحليلنا مع الأستاذ طارق رمضان. في مواجهات مثيرة بين الفراعنة وأسود التيرانجا، يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره السنغالي اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. ولن تكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر والسنغال، فقد خاض الفريقان 13 مباراة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفازت السنغال في 4 مباريات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وتعتبر مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب الأفريقي برصيد 7 ألقاب، تليها الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ويأمل المنتخب المصري مساء اليوم في التتويج بلقبه الثامن. وقد أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في العاصمة الكاميرونية ياوندي سلبية جميع عينات أعضاء البعثة. وخاض المنتخب الوطني نيرانه الأخير أمس السبت استعدادا لمواجهة السنغال المرتقبة في النهائي. وكان المنتخب الوطني قد تأهل للنهائي عقب فوزه على منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، فيما صعدت السنغال لهذا الدور عقب تغلبها الأربعاء الماضي على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1 في مبارتي نصف النهائي. طبعا أنا قلت النهائي ده 9 مرات، لكن هم 10 مرات فعلا وصل فيها المنتخب للنهائي، أخدناها 7 مرات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة الثامن. خلينا نبدأ مع الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. صباح الخير يا أستاذ طارق. صباح الخير يا عبد الحسين. صباح الخير. يعني 3 مباريات كانوا صعبين جدا على منتخبنا الوطني، 120 دقيقة، عندنا مجموعة كبيرة من الإصابات. يعني في البداية كده شايف حالة المنتخب ازاي، وخاصة ان احنا هنلعب مع أسود الترانجا؟ ده حالة المنتخب طبعا بخير والحمد لله، زي ما التقرير قال كده طبعا ما فيش اي اصابات بكورونا. 2 تجهيز بدني على اعلى مستوى، 3 تجهيز نفسي ايضا عشان دي مباراة نهائية، وانت عارف مباراة النهائيات تبقى محتاجة تجهيز معين. طبعا دي مباراة على اللاعب ان هو يستمتع بها، لان النهائيات دائما لا تتكرر كثيرا. 2 عليه ان هو يركز ان في جمهور في القاهرة مستني هذه الكأس، فبيبقى بيبذل كل جهده داخل الملعب عشان يحقق النتيجة اللي هو عايزها. صحيح السنغال فريق قوي، صحيح السنغال فريق منظم، صحيح السنغال فريق يمتاز ان
عنده مجموعة كبيرة من النجوم، لكن فريق المصري طبعا عنده أيضا مجموعة كبيرة من النجوم. ونتمنى اليوم إن ساديو ماني يفتكر إن محمد صلاح زميله ويبصيله النهارده كورة عشان يبقى مش أناني يعني. ما أعتقدش طبعا يعني، بس يعني أنت بتتمنى حاجة صعبة شوية يعني. أنت عارف إن إحنا دايما أصحاب نكتة يعني. أيوة طبعا. بنتكلم على العلاقة اللي ما بينهم، المواجهة ما بينهم طبعا، مواجهة بين نجمين كبار كل واحد فيهم بيدافع عن عالم بلاده، في واحد كل واحد فيهم بيدافع عن منتخب بلاده، فبالتالي المواجهة تبقى فنية أكتر وقيادة أكتر، لأن ساديو ماني ومحمد صلاح كباتن فرقتين وقادرين على التوجيه داخل الملعب. لكن حالة المنتخب المصري الحمد لله كلها مطمئنة، وإن شاء الله يؤدي مباراة قوية جدا، خاصة إن النهائيات برضو بتبقى غير ممتعة في الأداء يعني، كل فرقة بتبقى خايفة من التانية أو عاملة حساب التانية. طبعا يعني هي زي ما بيقولوا كده مباراة حياة أو موت يعني، ما فيهاش بقى إن احنا هنستعرض، احنا يا ناخدها يا ما ناخدهاش. بالظبط، فبتبقى مباراة ونفس الكلام في السنغال. خلينا اسالك على كيروش، طبعا هو هيكون قاعد في المدرجات النهارده، وهيقدر شايف ان هيبقى في وسيله تواصل بينه وبين الجهاز الفني يقدر يوجه بشكل كبير، ولا هيعتمد طبعا على قدرات اللاعبين وعلى محمد صلاح وفكره الاداري وعلى الجهاز الاداري اللي موجود معاه؟ بص، هو كيروش طبعا هيبقى في المدرجات لانه معاقب من قبل الكاف، لكن وجوده في المدرج ووقوف محمد شاوي او ضياء السيد على الخط ده قد يكون في صالح منتخب مصر. وجود كابتن زي محمد صلاح قادر على قياده الفرقه من داخل الملعب وتغيير الشكل وتوجيه اللاعبين ده قد يكون في صالح منتخب مصر. محمد صلاح منذ مباراة ساحل العاج وهو يقود المنتخب بشكل جيد جدا. نعم. يعني بداية قيادته المنتخب وبداية تحركاته وبداية الكلام مع اللاعبين بدأ من مباراة ساحل العاج اللي هي الأول مباراة إقصائية. كيروش أحيانا عندما يقف على الخط يزيد من توتر اللاعبين، وبدأت برضو توتر اللاعبين يظهر في مباراة ساحل العاج اللي هي كان من الممكن من المنتخب يخلص هذه المباراة قبل الوصول إلى الوقت الإضافي رغم قوة ساحل العاج. لكن المنتخب المصري يؤدي بشكل جيد، وجود محمد صلاح ككابتن يؤدي بدوره والتوجيه ده وسيطرته على اللاعبين وتغيير شكل اللعب داخل الملعب ده يفيد المنتخب ويطمئننا. وجود ضياء السيد أو محمد شوقي اللي ظهروا بعد طرد كيروش في المباراة في الكاميرون بقيادتهم من خارج الخطوط بشكل جيد ده برضو في صالح المنتخب. لكن هو طبعا هيكون متواصل مع كابتن وائل جمعة مدرب المنتخب عن طريق تليفون، يوجه بالتغييرات، يوجه لو في عنده ملاحظة، بل بالعكس أكيد. وجوده في المدرج قد يفيد من ناحية النظر لشكل الملعب واكتشاف الثغرات أكتر ما بيبقى أكتر ما بيكون على الخط. طب خليني أسألك، يعني أنا ما كنتش عايز أتكلم في المباراة القديمة، بس يعني أداء منتخب مصر اتغير مش تصاعد. يعني احنا كنا دايما بنقول ان المنتخبات بتبدا مثلا 30% 50% 70% وتبدا لما توصل في النهائيات تبقى 100%، لكن احنا شفنا المنتخب المصري مش عايزين نقول من صفر، عايزين نقول من 10 20% ل 100% فجاه. شايف ده ازاي؟ لا، هي في المباريات المجمعه استاذ حسام او البطولات المجمعه دايما المنتخبات الكبيره ما بتبداش بشكل اداء قوي يعني. نعم. انت لو لاحظت في هذه البطوله، ويمكن ده قاله التقرير الفني اللي عملته اللجنه الفنيه عن التكتيك وتطور المنتخبات بالنسبه لهذه البطوله، وده اللجنه الفنيه الكاف، ان المنتخبات حتى المنتخبات الكبيره اللي هي كانت مرشحه للبطوله بدات مبارياتها وفي دوري المجموعات بشكل مفاجئ، ان احنا لم نستمتع بادائهم، بل بالعكس ده في منتخبات كانت مرشحه وخرجت من هذه البطوله من دور المجموعات. لكن منتخب مصر خد هذه البطوله في الثلاث مباريات الاولى لتجميع النقاط بغض النظر عن الاداء. احنا كلنا يعني ما فيش حد اختلف قبل هذه البطوله ان احنا ونيجيريا هنبقى في دور ال 16.
لكن الترتيب ما كانش يهمنا، يعني نطلع التاني نطلع الاول، فده المهم ان احنا نصعد الى دور. طيب خليني اسالك على ساديو ماني ومواجهه محمد صلاح النهارده، يعني سريعا كده الاثنين هيبقوا فاهمين بعض، هتشوف المواجهه ازاي النهارده؟ لا، مواجهة قوية جدا بالاثنين، خاصة ان الاثنين يعني ساديو ماني هيلعب ناحية الشمال ومحمد صلاح هيلعب ناحية اليمين، يعني الاثنين هيتواجهوا اكتر من مرة في الملعب. اكيد. فبالتالي المواجهة النهاردة مش مواجهة اثنين قصاد بعض كلاعبين بيستعرضوا مهاراتهم، بقدر ما هم اثنين كباتن الفريقين. كباتن، هي هتبقى إدارة وقيادة للفريق. صحيح. بالضبط. أنا بشكرك أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. عفوا. وانضم إلي الأستاذ علي خلاف الناقد الرياضي أيضا. أستاذ علي تحياتي وأهلا بيك. أهلا بيك وصباح الفل عليك وعلى صباح الفل. يلا تمنياتنا النهارده ان شاء الله ونشوف مباراه قويه وجميله، بس دي مش هتبقى اول مباراه هنشوف النهارده فيها السنغال، يعني احنا عندنا مباراتين تانيين، بس طبعا انا شايف مش مقدرش اقول ان دي الاهم، بس خلينا في مباراه النهارده. شايف مباراه النهارده ازاي؟ وبالتاكيد احنا بنقابل المنتخب السنغالي، منتخب هو اقوى منتخب افريقي متواجد في القاره الافريقيه. كون ان احنا بنقابل المنتخب السنغالي 3 مرات في 45 يوم ده سلاح ذو حدين. انت بتقابل منتخب 3 مرات في 45 يوم، اكيد المدرب بتاعك هيقرا المباراه بشكل جيد، هيحفظ اللعيبه بشكل جيد. انا شايف من وجهه نظري ان مباراه اليوم هي اهم مباراه في الـ3 مواجهات، بالرغم ان احنا هنقابل المنتخب السنغالي في مباراتين فاصلتين على تصفيات كاس العالم، تاهل لكاس العالم 2022، ولكن انا شايف ان هناك مباراتين، احنا هنقابل المنتخب السنغالي مرتين، فيبقى في فرصه ان احنا نحقق نتيجه في القاهره، وايضا في فرصه انك انت تعوض النتيجه او تحقق النتيجه او تضعفها في السنغال. لكن انت بتتكلم النهارده في نهائي كاس الامم الافريقيه، بتلعب على بطوله، انت متسيد البطوله وانت زعيم البطوله وانت سيد القاره الافريقيه بسبع القاب، حتى انت بتقابل المنتخب السنغالي مش خايف. يمكن المنتخب المصري اكثر المتفائلين تفاؤلا في مصر، لا ما كانش يتوقع ان احنا نعدي حتى الدور الـ16. صحيح. كان هناك حاله تشاؤم عارمه، حتى كان هناك في حاله احباط من اداء المنتخب في البدايه. صحيح. هناك موجة انتقادات غاضبة جدا ضد أداء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وضد عدد من اللاعبين، وصلت هذه الموجة من القاهرة حتى الكاميرون وتأثر بها اللاعبون، وأنا بحيي لاعبة المنتخب المصري وبحيي المنتخب والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش. المدرب كارلوس كيروش يعني راجل مش بيكابر، راجل يعني أدرك أخطائه مبكرا وعدل، حط كل لاعب في مركزه وقدر ان هو يجمع اللعيبه وقدر ان هو يحمي اللعيبه من موجه الانتقادات. ايضا بحيي اللعيبه وبحيي الكابتن محمد صلاح لانه برضه قدر يحمي اللعيبه من موجه الانتقادات، وظهر المنتخب المصري بروح واداء وبرجوله كانت غائبه منذ الجيل الذهبي. صحيح. 20. طب خلينا اسالك عن احنا بنقابل منتخب عمالقه، يعني عمالقه في الجسد وقدرات طبعا بدنيه عاليه جدا. طبعا. غير ان هم ريحوا يوم او يومين فرق عننا، احنا لعبنا 3 ماتشات 120 دقيقه ورا بعض. شايف ده هياثر على اداء اللعيبه بتاعتنا النهارده، سواء من ناحيه القوه الجسمانيه، سواء من فرق القدرات الجسمانية والطول ما بينهم وبين المنتخب السنغالي؟ والله بص، انا يعني احنا يمكن قابلنا المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي برضو كان مريح يوم قبلينا. هو الموضوع نظريا او على الاوراق هو يؤثر طبعا، المنتخب المصري اتلعب 3 مباريات من اقوى المباريات. صحيح. يمكن لعب، هو المنتخب الوحيد اللي في البطوله لعب مباريات زياده تقريبا، لانه لعب 3 مباريات 120 دقيقه، ولكن خليني اقول لك ان دي مباراه لها حسابات خاصه، مباراه نهائي، مباراه انت بتلعب على بطوله، وانا مدرك تماما زي ما قال محمد صلاح هو الروح كده، قال لك
طبعا قال لك احنا بنلعب على طموح وعايزين نسعد الشعب المصري، فالمنتخب المصري انا اعتقد ان الدوافع دي هتبقى اقوى بكثير من المنتخب السنغالي، وان كان المنتخب السنغالي له بعض الدوافع سنتحدث فيها، ولكن المنتخب المصري دوافعه كبيره جدا وعاليه جدا، كل لعيبه نفسها ترجع. طيب سريعا عشان انا يعني للاسف وقت بيخلص، لازم اسالك انت شايف مين اللي هيمسك مانيه النهارده؟ ما عندناش يعني مين هيبقى في اليمين قدام مانيه؟ هينزل محمد عبد المنعم، شايفها ازاي؟ قراءاتي للمدرب كارلوس كيروش، انا اعتقد ان محمد عبد المنعم هيلعب زي ما هو سيرد باك، هيلعب بامام عاشور باك يمين، فاعتقد ان المهمه هتبقى صعبه جدا على امام عاشور، ولكن انا اتوقع ان امام عاشور مع محمد عبد المنعم هيضم، هما الاثنين هيمسكوا ساديو ماني. طبعا المنتخب المصري بيفقد النهارده عمر كمال عبد الواحد من افضل اللاعبين مع المنتخب المصري لا. في البطوله، ولكن اعتقد النهارده هيبقى اللعب على ساديو ماني مان تو مان، مفتاح لعب قوي جدا للمنتخب السنغالي، ولكن خليني اقول لك ان المنتخب السنغالي زي ما هو عنده قوه هجوميه ضاربه، عنده ضعف دفاعي واضح، صحيح، بالرغم من وجود كاليدو كولوبالي مدافع نابولي، ولكن احنا اتفرجنا على ماتش السنغال وبوركينا فاسو ولقينا ان المنتخب البوركيني اللي هو الحصان الاسود للبطوله ضيع كميه فرص غير طبيعيه، وكان هناك خلل دفاعي واضح في دفاعات المنتخب السنغالي. ربنا يسهل ويفضل الخلل موجود ونقدر نستغله. انا بشكرك استاذ علي خلاف الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. بشكر صديقنا الناقد الرياضي طارق رمضان اللي كان معايا في المداخله الاولى، وبشكركم مشاهدينا الكرام ودعواتكم وتمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وناخد التامنة النهاردة إن شاء الله كاس أمم إفريقيا، دخلناها 10 مرات أخذناهم 7، وإن شاء الله النهاردة 8. دعواتكم مع فريق مصر، وإن شاء الله كمان نقابل السنغال المرتين التانيين ونتأهل لكاس العالم. مشاهدينا الكرام، هذا الصباح انتهى اليوم، لكن طبعا تغطياتنا مستمرة معاكم بداية من 10 بنشرات الأخبار والتغطيات المستمرة. دائما ابقوا معنا على النيل، هي دائما الأقرب إليه. مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.